وامبارح ونرد عليها وازاي نعالجها مع الانسيليا. اول حاجه ابراهيم بيقول لي انا عندي 39 سنه، وزني 107 كيلو وطولي 177، وعندي ضغط وسكر وباخد ادويه للضغط والسكر، ادويه اقراص، اعمل ايه؟ طبعا سنك مع حالتك الصحيه مع وزنك كل ده كده مش صح، بالعكس ده انت لازم تخس. 107 كيلو مع حالتك الصحيه سكر وضغط لازم وزننا يقل بصوره كبيره جدا، واكيد الدكتور بتاعك قال لك كده. هنخس ازاي؟ هنخس بكورس الثلاث شهور. انا شايفه ان كورس الثلاث شهور مناسب لاي حد فوق المية، علشان خاطر هيشتغل واحده واحده كده زي ما كنت بقول، مش هيدخل الجسم شق مره واحده ويبدا ينزل لي الوزن بصوره صحيه ويعودني على العادات الصح. فبالنسبه لابراهيم انت هتاخد كورس الثلاث شهور، تقدر تكلم الفريق الطبي، ودي رسائل جات لنا عن طريق الصفحه، فالرد هيروح لك برضو عن طريق الصفحه. تقدر ان انت تاخد كورس الثلاث شهور. كورس الثلاث شهور هيبقى الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينل، هيوصلك معاه ثلاث هدايا وخصم 75%، ومناسب جدا لحالتك الصحيه مع السكر والضغط، ما تقلقوش. ناخد حبيبه. الو الو يا حبيبه. ايوه مع حضرتك. ايوه مساء الفل عليكي، بتكلمينا منين؟ من الفيوم يا حبيبتي. اول مره تكلمينا؟ طيب. بصراحه مبسوطه قوي وما قدرتش، فكنت لازم اتكلم يعني. حبيبتي احنا كمان مبسوطين بيكي. قولي لي بقى، جاهزه معانا رمضان؟ جهزتي حاجات رمضان؟ جاهزه جدا جدا. جاهزه جدا. انا عايزه مع حاجات رمضان كورس الاناسيليوم. ده مع تجهيزات رمضان، ده صاحبنا كده على السفره زي الحاجات اللي انتوا بتجيبوها. بصي بصراحه انا عايزه اشكر الدكتور جدا، ربنا يخليك، علشان انا كنت 95 كيلو تمام، بقيت 70 كيلو في شهرين. حلو قوي، يعني خسينا حوالي 25 كيلو. حلو جدا، ده انجاز فعلا. خدتي كورس الشهرين قوي. تمام. انا بشكر كمان الدكتور لان المتابعه كمان الفريق الطبي واسلوبهم حلو قوي. حلو جدا، تمام، حلو، اديتينا طاقه ايجابيه اهو. اهو يا جماعه في شهرين خست 25 كيلو مع كورس الاناسيليوم. الفريق الطبي كان بيتابعك على طول؟ على طول. انا حتى لما كنت ببتسم في اي وقت كانوا بيردوا عليا. طيب لما يعني خسيتي في اي مشاكل؟ خسيتي في اي لما خسيتي ونزلتي في الوزن؟ لا لا لا، بس انا محتاجه تثبيت، بس هثبت وكله هيبقى تمام. بس ارجع تاني، مفيش حاجه اسمها تثبيت ولا بندوس على الزرار نثبت، في حاجه اسمها بفضل ماشي على العادات الصح. هاخد كورس الثلاث شهور اللي هيساعدني في ده، اللي هو الماجيك بوكس والفينل مع كبسولات الاناسيليوم. تثبيت يعني ايه؟ انا مش هاخد كبسوله تثبت وزني، مش هدوس على زرار يثبت وزني. الفكره في ان انا اغير عاداتي الغلط فوزني مش هيزيد تاني. لكن لو انا تخيلوا كده، لو انا رجعت اكل عيش فينو تاني واكل حلويات واشرب 4 معالق سكر على الشاي والحاجات اللي انا بشربها، طب ما انا هزيد في الوزن تاني وهبدا بقى اشتغل في قصه رجيم اليويو. لكن مع كورس الاناسيليوم اساسنا هو روتين الحياه الصحي. دايما بقول لكم ايه في اول الحلقه؟ ازاي نعيش حياتنا صح؟ ايه هو روتين الحياه الصحي؟ ايه هي العادات الصحيه؟ هي دي الفكره. لكن هل تعتقدوا ان انتوا مهما اخدتوا من ادويه مهما كانت قوتها وانتوا بتاكلوا كل الحاجات الغلط وبتشربوا مياه غازيه ومشروبات طاقه مش هتتخنوا؟ اكيد وزنكم هيزيد، ما مش بقدر او مش بكميه كبيره، بس هيزيد لان عاداتكم غلط. ادي لينك صفحة وان دايت، تدخلوا عليها هتلاقوا كل الردود على اغلب الاستفسارات. غيروا عاداتكم الغلط، غيروا عاداتكم لعادات صح، ابعدوا عن السموم البيضاء، الدقيق الابيض بكل اشكاله، السكر الابيض، الملح، التلاتة دول ابعدوا عنهم، ابعدوا عن العصائر الجاهزة، ابعدوا عن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية على قد ما تقدروا، الحلويات الكتير، الجأوا للبدائل الصحية. مع الوقت شهر واثنين وثلاثة هيبقى ده العادي بتاعكم وهتتعودوا عليه. بعد ما كنت بتشرب سكر كتير هتلاقيه قل، بعد ما كنت بتاكل كتير مع الاناسيليوم هتلاقي معدتك ما بقتش جاهزة لاستقبال أكل كتير، بدل ما كنت بتاكل رغيفين وثلاثة هتشبع من رغيف واحد. وهو ده هدفنا، إن احنا نتعود على العادات الصح. طب هل كورس الاناسيليوم يناسب كل الحالات الصحيه؟ يناسب كل الحالات الصحيه واصحاب الامراض المزمنه ما يقلقوش، السكر، الضغط، القلب، الكوليسترول، الحاجات دي كلها. يناسب كل الاعمار، عندي ولاد 14 و15 سنه بقول لهم خدوه ما تبقوش قلقانين. الفكره في ان انت بتتابع مع الفريق الطبي المتخصص بيقول لك ازاي ان انت تاخد الكورس وايه البرامج الغذائيه اللي تمشي عليها، واي استفسارات هم بيكونوا جاهزين لكم 24 ساعه يا جماعه، ما تقلقوش، وابعتوا لنا في اي وقت واتساب او حتى على رسائل الصفحه.